السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد العشاء سريع جدا اللي هو عبارة عن أرز بنكهة البيتزا أو لا بيتزا بالأرز بدون عجين، يعني نسميوها كيف ما بغيتوا. هاد الوصفة اللي غادي نحتاجو فيها هنا، كتشوفوا درت غير الأرز العادي، خدت صدافة ديال الأرز العادي اللي سلقتها في الماء فيه الملحة وورق الرند، خليته حتى طاب مزيان، خصو يتعلق كيف كتشوفوا، ما صفيتو ما والو، يعني طاب مزيان صافي. غادي نحتاج هنا معاه بيضة، شويه الملحه، شويه ديال الزعتر، جوج معالق ديال ياغورت طبيعي، واحد شويه ديال الصلصه الحاره ولا الهريسه. غادي نعجنوا هاد المكونات مع هاد الارز وعاد غادي نتلاقاو باش نشوفوا الحشوه اللي غنوجدوا. هي عباره عن حشوه بيتزا سهله وعاديه. غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي، ها هما جوج معالق اصلا، فيه جوج معالق. غادي ندير بيضة، غادي ندير شوية ديال الزعتر مع الأرز، بعد شوية مع الحشوة، نعاود نضيف شوية ديال الملح برغم أنني راني دايراه بالملح لكن دايرة غير شوية. وغادي نحتاج واحد القليل، يعني غير شوية ديال الصوص الحارة، هذه صوص بيكونت واللي ما بغاهاش ما يديرهاش. صافي غادي نخلط هاد المكونات، غادي ندير غير يديا لانني باغا نعجن هاد المكونات مع هاد الروس. كيف كتشوفوا راه باقي دافي، نخلطهم مزيان مزيان. نعجنهم يعني بحال غادي نخلط عجينة. والروز كنقول ما نديروش الروز كلاصي، كنديروا الروز العادي اللي كنديروا به الروز بالحليب، هو اللي يصلح في هذه الوصفه، لاننا في حاجه انه يطلق لنا هذاك لاميدون ديالو ولا النشا باش يجي كومين بات. صافي دابا غادي نغسل يدي وغادي نجيب المول اللي غادي نديرو فيه هاد الارز ديالنا. هنا غادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه، غادي ندهنو شويه ديال زيت الزيتون، بهذا الشكل غادي نحاول نفرغ فيه هاد الارز ديالنا. غادي ندهن يديا شوية زيت الزيتون وغادي نحاول نبسطها. فهمتوا هو كيجي بحال هو كغطان ديال الارز بنكهه البيتزا، رائع بزاف بلا صلصه البشاميل، بلا كيجي غير بالاجبان. صافي كيف كتشوفوا كنقرصوه مزيان، غادي نحطو على جنب وغادي ندوزو نشوفو مقادير الحشوة مع بعضياتنا. هنا غادي ندوزو ندويو على الحشوة شوية، اللي فيها هنا بصلة مشحرة، فلفلة خضراء مشحرة،
في الزيت وشويه الملحه، فلفله حمراء مشحره. هنا انا ما دايرش صوصات البيتزا، ما عندي هذه الجاهزه، صوص بيتزا جاهزه، ممكن ديروا اي صوص بيتزا معتمده عندكم. وغادي نحتاجوا الانواع من الاجبان، هنا عندي جبنه الموتزاريلا مع الايدام والمازدام، هذه هي الخلطه اللي كتجي بها الانواع ديال البيتزا مزيان، اولا حتى لي غراتان بحال هذا اللي غادي اللي درت دابا، اولا ارز بنكهه البيتزا. فغادي ناخذ الارز ديالنا اللي قديناه مع بعضياتنا، وغادي نفرغ فيه صوص ديال البيتزا، نجيب غير شي معلقه. هنا صوص بيتزا كيف قلت انا عندي جاهزه، فممكن تستعملوا اي صوص عندكم. غادي ندير شويه ديال صوص بيتزا، اي صوص بيتزا او اي صوص، واحد لاصوص تتباع ديال لي بات حتى هي تجي، حتى هي غادي ندير منها شويه. غادي نسرحها ونحاول نزيد شويه الصوص. لا احنا ما غنديرهاش، صافي خليها مسدوده احسن. انا احمد ولدي راه ديما معاوني في الكوزينه، راكم وليتو عارفينو ياك احمد. علاش شوهتك؟ علاش شوهتك؟ عادي مال الطبخ، شوفها صافي بحال هكا تكفينا الكميه. فغناخد شويه ديال الموتزاريلا، هو الاول غنديرو من تحت، فهمتوا؟ صافي. وغادي نبدا نضيف شويه ديال البصل اللي مشحر، هنا درت البصل، هنا درت البصله بيضة. دابا غادي ندير الفلافل اولا الفلفل الالوان، فبعض المرات حنا اللهجه ديالنا المغربيه كنقولوا الفلافل الالوان. واحد الفيديو حطيت وكتبت في الفيديو فلافل الالوان، فدخلوا الناس كيقول لك فين هي الفلافل، وما كيصحابوها الفلافل الشرقيه اللي شي نهار ان شاء الله غادي نديرها معكم. درت الفلفل الخضر، دابا غادي ندير الفلفل الاحمر، ممكن ديروا حتى الاصفر، انا غير ما متوفرش عندي. هنا غادي نضيف الطون، هذا الطون تحضير منزلي، طون بالزيت. انا خدامه بيدي، يديا نقيه مغسوله بالصابون، وعاد حنا راه سيدات يوميا في الماعن، ويوميا يدنا نقيه، وفي تيدو جافيل والصابون، يعني بلا ما نبقاو هاد خدامه بيدك ما خدامه بيدك. صافي درت الكميه اللي عندي كامله ديال الفلفله وديال الطون ديال هذا. دابا غادي ندير الكميه، نحك شويه ديال الجبن. غادي ندير دابا الخلطه العجيبه اللي كندير وكلكم كتسولوا عليها في البيتزا، اللي هي كناخذ غتشوفوا هنا شويه ديال هذا. كتمشي عند السيده اللي كدير الاجبان كتقولي لها بحال دروك اعطيني 100 غرام مصدام، هذا المصدام، هذا جبنه موتزاريلا، وغادي نحك معاهم الايدام. يعني كنديروا
الخلطه كندير فيها الإيدام والمصدام والموتزاريلا، واللي ما عندوش يكتفي بجبن واحد فقط. انا دائما كنقول لكم ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نديروا اللي عندنا في البيت. فانا دابا غادي نحك عليهم هاد الإيدام وغادي نديروا عليهم الفوق. هنا خلطت دوك الاجبان، مي ما كفاتنيش زليفه صغيره. دابا الفران غادي راه تيسخن، الروز راه طايب، غير ديك البيضه فيه تنسجم مع بعضياتهم. الحشوه طايبه، غادي نخلطهم. ممكن ملي تجيبوهم تخلطوهم بحال هكايا مع بعضياتهم، ديرهم شي بلاستيك غذائي والى المجمد، وقت اللي بغيناهم كيكونوا جاهزين موجودين. دابا غادي نديرهم فوق. كاين اللي غايقولوا لي هذه ماشي صحيه، هذه ماشي ديال الريجيم، راه ما فيها والو، راه فيها غير الاجبان، ممكن ما ديروهمش. صافي غادي ندخلها الفران غير يذوب لينا الجبن، وهذيك البيضه مع الفرن مع الروز تجمع لينا الروز، وغادي نقدموه بالصحه والراحه. اللي نسيت هو شويه ديال الزعتر. صافي، وممكن ديروا الزيتون الاسود دابا، مي انا ما غنديروش دابا بصح احمد، مي انا ما غنديروش دابا حتى تخرج من الفران ونزين بها. هذا هو الكاطان ديالنا ديال الرز بالنكهه ديال البيتزا، تيجي على هذا الشكل رائع بزاف ولذيذ. احمد شي تبصيل باش نقدم فيها وليدي. كتجي كيف قلت لكم لذيذ بزاف، وهنا ملي كيتكاتينا لينا داك الجبن ديالنا. وصفه فكره لعشاء سهل وبسيط، راه شفتوا ما فيهش بزاف ديال الوقت اولا شي مجهود كثير. كيكفي ان الرز عندنا مسلوق والفلفل والبصله مشحره في الزيت. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، وغادي نقطع لكم باش تشوفوها كيف كتجي. انا راه حيت باقي سخون، فهمتوا؟ شوفوا رائع بزاف، غير الاضاءه اللي ما مساعدانيش في الليل، فهمتوا؟ رائع بزاف. نتمنى طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.